تفاوت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بين دائرة وأخرى شاهد على مدى الخلاف والاستقطاب في الحياة السياسية في الكويت، فبينما تجاوزت نسبة المشاركة 50% في دائرة فهي لم تتجاوز 10% في دائرة أخرى، والكل يرى أنه هو الأدرى والأعلم بمصلحة الكويت. في مقاطعين ونحترمهم ونحترم رايهم، لكن لا نحترم الغوغاء او حسب ما قال سمو الامير يعني الفجور في الخصومه، لكن ان شاء الله في نسبه حتكون فوق 40% ان شاء الله. لازم تكون مشاركه، لازم تكون ايجابي، تعودنا نكون ايجابيين ونستخدم ندافع كل حقوقنا ونؤدي كل واجباتنا. انا جدا اسف لعدم مشاركه هذه الكفاءات في هذه الانتخابات، كان بودنا ان يشاركوا لكن هم اختاروا ان لا يشاركوا، هم يعني الرساله رسالتهم وصلت. وليس كل من شارك في عملية الانتخابات هو مؤيد لفكرة الصوت الواحد، فالبعض يرى أنها تضر بالحياة السياسية، والبعض الآخر يرى أنها الطريق الوحيد لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، ولكن كل من شارك أراد أن يمنح الكويت فرصة جديدة. يعني أنا كفرد عادي الحين لو بنزل السقوط حليفي المباشر، يعني النجاح بعيد عني لأنهم تحالفات أو مجاميع، طبعا ولو أنها مو بصفة يعني قانونية كأحزاب، لكنهم خلاص ناجحين، داشين ناجحين ضامنين صوتهم، وأنا بالنسبة لي كفرد لو برشح نفسي الفشل حليفي. أنا أعتقد مو كم صوت، أعتقد أفضل نظام القوائم وفق برامج عمل حتى تخدم فعلا المواطن الكويتي اليوم أفضل من الانتخابات بنظام فردي. يعني هل أنت تعتقدي أن الصوت الواحد أفضل من 4 أصوات؟ لا طبعا، 4 أصوات أو الصوتين يكون أفضل، ولي رأي، لكن كلمة صاحب السمو سمع وطاعة له. وأيا كانت نسبة المشاركة فمع انتهاء الانتخابات أصبح المجلس واقعا يجب أن يتعامل معه الجميع، وسيقع على عاتق المجلس الجديد مسؤولية نفي ما تدعيه المعارضة التي تخلت عن مقاعد للأغلبية في المجلس لتصبح معارضة في الشارع، ما تردده من أن هذا المجلس سيكون ضعيفا مواليا للحكومة. اتهام باطل 100%، والأيام ستشهد كلامي، وعلى قولتهم يا خبر بفلوس بكره بلاش. احنا نجرب المجلس هذا، ليش؟ احنا جربنا الاربعه صار انتاجها ومخرجاتها كانت سيئه، اما الحين الصوت الواحد كل واحد غصبا عليه يصير زين على اساس انه شنو؟ الناس تنتخبه وتسبه اعماله. ويراهن المقاطعون على أن عمر هذا المجلس لن يطول ولن يتجاوز 4 أشهر، على الرغم من أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد قد صرح بأن هذا المجلس سيكمل دورته، وسنرى خلال الأيام القادمة ماذا ستخبئه الأيام لهذا المجلس الوليد الذي شهدت ولادته مخاضا عسيرا جدا. نجوى عسران، CNBC عربية، الكويت.